هقول بس جملة تانية في هذا المقام. أريد أن أسأل نفسي وكل منا يسأل نفسه وكل مواطن يسأل نفسه، إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 ل 2023، كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة ازاي ويحافظ على الإجابة لنفسه. إذا رضي عنها خير كبير، وإن لم يرضى عنها فيجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون هذا البلد بلدا يستحق أن نقول عليه أم الدنيا بحق وحقيقة. عودة، بعتذر عن هذا الموضوع، ولكن كان أحب أن أعبر عن شعوري ورأيي في ما يحدث أمامنا الآن. عودة إلى الأمن الغذائي، وأصبح الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول، سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الدول الأقل نموا، لأنه أصبح يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد.